استؤنفت صباح اليوم حركة عبور شاحنات المساعدات والمواد البترولية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث دخلت اليوم 70 شاحنة مساعدات وعشر شاحنات وقود. في السياق ذاته، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات من خلال سياسة التباطؤ والرفض لعبور عدد من الشاحنات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نجدد بكم الترحيب من أمام معبر رفح البري، هذا المعبر الذي يمثل الشريان الحيوي لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم وبعد انقطاع دام قرابة الأسبوع، عادت حركة دخول وخروج شاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وإليكم الحصيلة اليومية كالآتي. اليوم حركة الشاحنات، نتحدث عن عبور حوالي 70 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، هذا بالإضافة إلى حوالي 10 شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات 4 للغاز و5 للسولار وسيارة واحدة أو شاحنة واحدة للبنزين. قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس رفضت عبور أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، وسمحت فقط لعدد ضئيل جدا من الشاحنات التي تحمل محروقات، يعني وصل عدد هذه الشاحنات إلى 8 شاحنات، منها 4 للبنزين و4 من السولار. إذن نحن اليوم أمام عودة استئناف حركة دخول الشاحنات مرة أخرى من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وهو بالتأكيد 70 شاحنة هو عدد ضئيل جدا وعدد لا يتناسب أبدا مع الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص شديد من المواد الغذائية والمحروقات اللازمة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق، هذا بالإضافة إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية للأطفال وانهيار المنظومة الصحية بالكامل. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.